الإنذار بالطاعة من سنة 29 وحتى هذه اللحظة موجود وقائم في القانون المصري. سمعنا حالات وهنسمع دلوقتي تعقيب من زميلتنا الكاتبة الصحفية أستاذة فاطمة نعوت وأيضا المحامية شيرين نجيب مدير مكتب الشكاوى بالمركز القومي للمرأة. فاطمة، يعني أنا كان عندي أربع حالات بتحكي على فكرة النشوز والطاعة، وإحنا في 2018 لسه الست بتيجي يعني يفرض عليها الطاعة، يفرض عليها مسكن الطاعة ضغطا كي تتنازل عن حقوقها. إزاي القانون بيفضل عامل كده؟ شوفي، أنا تعودت دايما في كل قضايا أفكر فيها بردها لأصولها الأولى. أنا لا أتصور أن الشاب بالبين قوسين كده حفي علشان يتجوز بنت، ها، وراح وقف تحت شباكها وجاب لها هدايا وراح يقنع باباها وقعد مكسوف عشان باباها يقبل وقلقان لغايه ما يجي له الرد. كل الحالات اللي عشناها كلنا في زيجاتنا، يجي يوم ويقبل انها تعيش معاه غصب عنها. انا ده بالنسبه لي خارج مستوى ادراكي. ما معنى حياه غصب عن حد؟ يعني ايه؟ يعني ايه مش هو بيجيبها بالعافيه وتعيش معاه بالعافيه؟ يعني مش هتكلم عن العلاقات الخاصه، العلاقه الخاصه بينهم، لكن عن مجرد انك تعيش تقعد مع حد. انا لا استطيع ان اقعد مع حد خمس دقائق وانا حاسه ان انا ثقيله عليه. صحيح. ولا استطيع ان اقعد مع حد وهو ثقيل عليا. فما بالك بالحياه وكذا وكذا. انا الحقيقه نفسيا مش قادره استوعبها. شيرين، عندكم حالات؟ بتجيلكم حالات في مجلس قومي للمرأة؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان مفهوم بيت الطاعه مستقى القانون الروماني. الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية فيها القبول والإيجاب طبعا. القائمين على يعني القوامة في الزواج على المودة والرحمة. بالأسف هو إجراء بيتعامل معاه المحامين بشكل ممنهج، إن مجرد ما الست ترفع دعوة نفقة الزوج يقابلها على طول بإنذار بالدخول في طاعته، كانه نوع من انواع انا هحرمك من النفقه مقابل انك انت تطلبي النفقه. بيبقى اجراء مقابل اجراء، مجرد اجراءات قانونيه لتعطيل حقوق الزوجه في انها تحصل على نفقتها. لو ما كانتش خلال 30 يوم من انذار الطاعه اللي بتستلمه تعترض عليه، ويكون في مسوخ قانوني موضوع في اعتراضها على انذار الطاعه. بتعترض ازاي بقى؟ يعني هي المفروض ان هو الاول الزوج بينذرها بالدخول في طاعته في مسكن شرعي امن. بالاسف احنا بنلاقي فيه تحايل كتير جدا، الزوج بيسيب شقه الزوجيه ويروح يعمل لها انذار طاعه على مكان غير ادمي او غير اهلا بان هو يكون منزل للزوجيه. الراجل بيبذل مجهود. حد قال لي جاء مخزن. في واحد قال لي مخزن زي فيلم نحن لا نزرع الشوك. يعني هو بيعمل مجهود عشان يجيب لها بيت. بيبذل جهد عشان يذلها. يعني الوضع الكارثي كمان ان هو مجرد نوع من انواع التعنت. مش المقصود بوجود طاعة زوجية، مودة، رحمة، نوع من أنواع ضياع الحقوق، إهدار الحقوق المالية للزوجة بأن هي تكون ناشز. وبالأسف كان أسوأ حالة قابلناها كانت على الإطلاق من مدة، أن الزوج أنذر زوجته بالدخول في طاعته، يا إما هتفقد مفروض نفقتها اللي كان كبير. ورحت، وبالاسف بعد ما راحت وكل حاجه وتعمد انه حتى كمان قال لها يعني حد اتعاب المحامي بتاعك انا كفيل بيها وخلاص، وكان نوع من انواع الخديعه بالاسف. وبعد ما راحت كمان تعمد ان الجيران والبواب يشوف ان هو بعت حاجات، طب انا هروح اجيب شنطه هدومي من عند والدتي. وكان بيت ادمي يعني محترم، بيتها بيتها وفي وسط الجيران وفي كل حاجه. وبعدين هي خرجت على صوت موسيقى عالي، انت جيت، يعني هو حتى كلام مكلمها. المشكله بقى انها لقيت شخص غريب في البيت وهو محضر بالاسف ناس يعني داخل بالبوليس. انا لقيت واحد مع مراتي في البيت. او ماي جاد. عشان يسقط حضانتها ونفقتها وادميتها مقابل انها تتنازل عن مؤخر صداقها. ده
سنه لهذه المرحله من البشر وعنده اطفال. خطط يعني الإجراء. احنا دي كانت اسوأ حالة قابلتها في حياتي العملية، بدرجة ان انا قعدت اقرأ الورق مرة واثنين وثلاثة، هل فعلا في شيء هو مفهوم بيت الطاعة او مفهوم فكرة الطاعة يوصل بعقل ادمي انه يهين يوما ما زوجته ام اولاده؟ ازاي اولاده لما يكبروا هيتقبلوا فكرة؟ بس كده ده بيضرب شرفه هو، يعني بيضرب شرفها، بيضرب شرفه كمان. ايه المسوغات القانونية التانية؟ يعني المسكن، المسكن وله شروط شرعية ان هو يكون خالي من وجود اقرباء، يعني يكون مسكن شرعي ليها هي، الا اذا كانت دخلت في الطاعة اصلا، يعني في ساعة ما الدخول ليها او الزواج قابلت انها تعيش مع اهله، انه ما يكونش يكون الجيران او المحيطين بيها يكونوا جيران عدول، يعني ما يحطهاش في وسط او في مكان لا تأمن به على نفسها او على مالها او على شرفها، انه يكون مكان ادمي، انه يكون معد بشكل شرعي سليم. يعني ايه شكل شرعي سليم؟ يعني يكون ما يكونش مكان فيه تحقير، ما يكونش مكان فيه اذلال، ما يكونش في مكان ادمي. يبقى المخزن ده مش قانوني، ويكون فيه مكان تامن بيه على صحتها، على مالها، على شرفها، على ادميتها. دي الشروط الشرعيه اللي بيتقدم بيها بان هو يعلنها للدخول في الطاعه. وده يتحقق يا استاذه؟ بالاسف احنا بنجد ان هو حاجه من الاثنين، كمان هو بيتم التلاعب ان هي ينذرها للدخول في طاعته، يا اما يعلنها على مكان تاني علشان يبعد دخولها مسكن الزوجيه، او علشان نوع من انواع الاذلال، ده مكان بعيد، يا اما هتبقي لا مش هقدر ان انا اروح المكان ده، خلاص يبقى انت كده اسقطتي نفقتك، لان ما ان ياخذ عليها حكما بالنشوز نفقتها هي هيتم على طول فصلها من غير ما الرجوع لنفقه الاولاد، لان نفقه الاولاد دي ساريه باي حال من الاحوال. بالاسف كمان هو مش بيتم التلاعب في المكان وبس، يعني انا جات لي حاله الزوجه مضروبه علقه موت، والتقرير الطبي هي جنحه ضرب اكتر من 21 يوم، ومع هذا الزوج اول ما قالت يا نفقه بصت لقيته وعامل لها انذار وهي اصلا عامله طلب تمكين من مسكن الزوجيه، محضر تمكين، يا ناس مكنوني من مسكن الزوجيه. ده بقى اجراء اوتوماتيك، اي واحده ست بتطلب حقوقها يرفع عليها انذار بالطاعه، مجرد حتى انها يا اما هيطول الوقت في امد التقاضي، يا اما هيتلاعب فكره وخلال 30 يوم لو هي لم تعترض. بتعترض باي على ايه؟ بتعترض ازاي بقى؟ يعني هي دلوقتي انا جالي انذار الطاعه، انا بعترض بالموجود في انذار الطاعه، يعني هو بينذرني بالدخول في طاعته في المنزل رقم كذا في المكان الفلاني، انا لازم لما يعمل اعتراض على انذار الطاعه اقول ان المسكن الموجود في المكان دون بالمواصفات دي. طب قصه انها لازم تجيب شهود على الضرب والكلام ده كله، ده في انهي جزء من دي؟ في حاله الطلب الطلاق، طلاق للضرر. عاده في بعض الستات بتبقى هي اوريدي رافعه دعوى تطليق للضرر، لان هي وقع عليها ضرر مادي او معنوي، او يعني واحده مضروبه وهو بيطلب دخولها في طاعته، فهي بتعترض بان لا في دعوى مرفوعه للطلاق للضرر، لان انا عندي مصوغات بتقول زي ان انا احدى الحالات تم التعدي عليا، اضطرت انها تجيب شهود يقولوا ان هو كان بيضربها. هو الشهاده السمعيه ما بتكونش قدام القاضي في ليها هجيبه ازاي؟ اجيب شاهد ازاي وهو بيضربني؟ انا بضربني وفي اوضه نوم. هو ده بالاسف بقى، هو كتير من الحالات ما بتقدرش تثبت الضرر. اغتصاب زوجي ده بيبقى يتثبت ازاي؟ وده كلام كمان، ما هو يعني هنا في، هو انا عايزه اقول لحضرتك هو الضرر في انواع كتيره قوي، في ضرر نفسي، ما هي ممكن تكون نفسيا ما فيش كل الحاجات دي، وانا نفسيا مش عايزه اكمل هذه الحياه، ودي كانت طب الحكمه. طب مش بيلجأوا للخلع؟ ما هو دي الحكمه. الخلع، الخلع مشكلته انك بتتنازلي ايضا عن كل حقوقك. ما هي مين يا واحده هتتذل، هتقارب من كرامتها وبين اشياء ماديه؟ ايوه، بس معاها اولاد يا فاطمه، وغير انها اجراءات طويله ومعاها اطفال، عندها هو التطليق خلعا. السيده نوع من انواع التطليق على الابراء، هي بتقبل بان هي تبرئ ذمته. هو عليه حديقته.
لكن احنا ساعه ما ابتدى دعاوى الخلع احنا تصورنا ان هي هتكون الغالبيه العظمى للي هيرفعوا دعاوى خلع السيدات اللي عندهم مورد اقتصادي كويس او ليهم وظيفه استقرار مادي. استقرار مادي. بالاسف من ارض الواقع وتعامل مع الحالات والشكيات اكتشفنا ان كتير قوي من الستات اللي بتلجا للخلع هي اللي ما عندهاش حاجه تخسرها. انا ما عنديش مؤخر صداء وما عنديش ما بيصرفش عليا عايز تمشي. فكتير من الستات تقول حتى على الاقل ما عندهاش حاجه تخسرها اصلا، ادور على معاش ممكن ارجع، لكن انا كده معلقه وكده ما بيصرفش عليا. ففوجئنا ان ناس كتير قوي من اللي لجأت للخلع فقيرات، هم اللي ما عندهمش حاجه يخسروها من الجواز اصلا. والتطليق خلعا هنا هي دي نوع من انواع الطلاق على الابراء، وفي رحمه لحالات كتيره جدا. يعني احنا فوجئنا ان بعض الحالات الزوجة او السيدة هي المرأة المعيلة، هي اللي بتعول ماديا الاسرة بتاعتها، والزوج مش عاوز يطلق، وانتي مورد رزق بالنسبة لي، هاتيلي سجايري، هاتيلي اكلي، هاتيلي هاتيلي هاتيلي. انا اعرف حالات كده. وبعدين بيتعدى عليها بالايذاء، فهنا خلاص لا انا هنفد بجلدي، على الاقل ما هتطلق خلعا هدور على شغل، هربي ولادي، هقدر ان انا احصل على معاش، مش هبقى في حاله ايذاء وذل. طب احنا معانا امنيه، اتفضلي يا امنيه. هاي. عليكم السلام، اهلا بيكي. ايه انا مرفوعه عليا قضيه ساعه ومعلقه. فاطمه بقى خدي انت التليفون يا فاطمه، انا صوتي راح، كملي معايا. كملي يا حبيبتي. كملي يا امنيه. انا استاذه فاطمه حضرتك كنت بتقولي ليه ما نعملش الخلع؟ كنت عاوزه ارد على حضرتك. اتفضلي. ليه؟ عشان يدفع، عشان يحس باللي هو هنها، يحس باللي هو كان واخدها من بيت اهلها كده، يعني يحس بيها، يدفع 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 فلوس عشان يحس باي واحده هيجيبها بعد كده. طب اسمحي لي اقول لك ان اكبر اهانه الرجل هي ان يخلع، مش ان هو يطالب بفلوس. يعني انت فاهمه قصدي ايه يا استاذ دكتور؟ يعني انت لما انت بتخلعيه، انا مش عايزاك انت على بعضك وقصتك كلها، دي اكبر اهانه تنال رجل، مفيش اكبر منها. لكن انت هتدفعيه فلوس، ما هو الواحد بيدفع فلوس عشان عربيه ولا عشان موتوسيكل، لكن القصه انه انت بتقولي انا خلاص انت مش في حساباتي. يعني امنيه انت ايه حكايتك؟ انا اتجوزت وانا عندي 20 سنه. يا روح. وما فيش، اتجوز تقدم لي عادي، هو قريبي بس من بعيد، الناس شكرت فيه جدا، اهله طيبين وبابا طيب ومامته طيبه، اوكي هو كان طيب معايا في الخطوبه، طبعا بيبقى حاجه ثانيه اكيد اكيد. اتجوزنا، جه خلاف كده قبل الفرح باسبوعين على حكايه المؤخر ومش مؤخر وكده، وبعدين حلينا الموضوع، وقال لي انا بحبك وهعمل لك اللي انت عاوزاه وكده. قلت له اوكي هتعمل مؤخر، اه هنعمل مؤخر، اوكي. خلاص الموضوع مشي الحمد لله كويس. ما اعرفش بقى قبل الفرح باسبوع بالظبط، مامته ما كانتش طايقه مامتي ولا كانت قبلانا خالص، مش عارف ايه. المهم الدنيا عدت خالص وعملنا الفرح الحمد لله، الفرح عدى. نيجي بقى اليوم ايه؟ يوم الصباحيه. عادي. ايه عادي، اهلي بيجوا لي والناس كلها بتيجي برجلي طبعا وكده. يا دوبك هم اهلي نزلوا من هنا، هو نزل يوصلهم. جه انا قاعده في بيت عيله. طلع يقول لي ايه؟ انت مش هتنزلي؟ قلت له هنزل فين؟ قال لي تعالي ننزل نقعد شويه تحت. قلت له المفروض انا عروسه وهما اللي يطلعوا لي. لا انزلي تحت. قلت له يا بنتي ايه، انا يوم صباحيتي مش عاوزه انكد على نفسي. لا الامور ايه يعني، اختصري يا امنيه. ايه يوميات كده. يعني دي احنا لسه في الصباحيه، مش عارفه نوصل لفين. يلا يا امنيه خلصت. انا 40 يوم والله. ايوه لا وحكينا ده، احنا لسه في الصباحيه. انا قعدت 40 يوم والله يا بس. 40 يوم ها؟ اه والله. خناقات. طب خناقات من يوم. امتى طلبك في بيت الطاعه؟ امتى طلبني؟ بعد في شهر كام؟ في شهر 5 كده. ايوه يعني مشيتي سبتي البيت فهو طلبك في بيت الطاعه، ولا طلبتي الطلاق ولا ايه؟ لا ما طلبتش الطلاق ولا حاجه.
ما فيش، عاوز يغير قيمتي خالص، يكتبها حاجه تانية، ما يعني حاجته ما تتكتبش، حاسه انا بس هي اللي تتكتب. المهم انت مطلوبه دلوقتي في بيت الطاعه يعني. دلوقتي مطلوبه. والله انا حاسه ان انتوا يعني الموضوع ممكن تتصالحوا بصراحه، مين اللي ينزل ومين اللي يطلع. شكرا يا امنيه. مفيش حاجه ميجور يعني في الموضوع. الو. ايوه ازيك، اتفضلي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اتكلم على تجربتي انا في الطاعه. اتفضلي. تمام. انا اتجوزت لمده شهرين بالظبط برضه كحد اقصى. اكتشفت طبعا حاجات كتير، ان هو شخص ينصري في اللي انا هقوله، هو يعني غير قادر على الزواج، وللاسف حصل حمل. فصبرت وقلت ما فيش مشكله وكده واكمل حياتي، وعادي وربنا رزقني ببنوته ما شاء الله حلوه وكده وعشت. لقيت المعامله يعني في منتهى القسوه ومنتهى الشده، وصلت ان انا كنت بتحبس ويتقفل عليا باب اوضه واحده من شقه، ثلاث اوض وريسبشن ثلاث قطع، بيتحبس عليا في اوضه واحده. ما علينا، عدت فتره مشاكل كتير، بس في النهايه انا نزلت من بيتي بالبيجامه مرفوع عليا سلاح نار حي. الجيران هم اللي انقذوني من الموضوع ده. انا يعني لما رفعوا عليا السلاح النهار قعدت اتصرف، جات لي هيستيري الصريخ، الجيران هم اللي دخلوا وخلصوني. نزلت من بيتي بالليل بالبيجامه. بعدها رحت على بيت اهلي، طلبت الطلاق ودي اتنازلي مقابل الطلاق. قلت مفيش مشكله انا متنازله عن كل حقوقي. تمام مفيش مشكله انت متنازله، تنازلي عن البنت. لا طب بنتي انا ما ينفعش اتنازل عنها. لا لازم تتنازلي، يا كده يا مفيش طلاق. قعدت لمده ست شهور احاول ان انا اطلق ودي وبالادب والاحترام، مفيش اي حاجه خالص. لقيت انذار الطاعة بقى جاي. يعني احنا وصلنا لمرحله التنازل عن الطفله. انا بس عايزه اقول يعني التنازل عن كل حاجه. طب استني يا دعاء، لحد وبنتي كمان. انا بس عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا. كتير من الستات تيجي تقول لي اجبرني حتى ان انا امضي او ابصم على ان انا تنازلت عن اولادي. ما يحقلكيش انك تتنازلي عن اولادك طول ما هو في حضانتك وانت ما تزوجتيش. انا الحمد لله انا الحمد لله ما تنازلتش ولا مضيت، لان هو بس حتى لو مضيت ما يحقلكيش. حتى لو مضيت ما تخافيش. ما تخافيش. لا هو لما تعرض لي بالضرب ورفع عليا سلاح وحصل اللي حصل ونزلت بقى من البيت، والله نازله بالبيجامه فعلا، ونزلت من غير بنتي على فكره، يعني ما خدتش بنتي، ما عرفتش انزل بيها، هم الناس انقذوني بس انا عرفوا ينزلوني انا. طيب. راح طلع البنت بسبور وكان هيسفرها بره. المهم ده جامد جدا. طيب شكرا يا دعاء، انا لازم اخرج فاصل وهكمل التليفونات بعد الفاصل ونعلق بقى نشوف ايه الاخبار. فاصل ونرجع.